حق نگر حق آشنا میں خار تھے عبدالعلیم حق نگر حق آشنا میں خار تھے عبدالعلیم عشق میں اصحاب کے سرشار تھے عبدالعلیم عشق میں اصحاب کے سرشار تھے عبدالعلیم تلاوت کے لیے میں آواز دینا چاہوں گا عزیزم محمد سمیر سلمہ متعلم مدرسہ امداد العلوم عزیزم محمد سمیر سلمہ متعلم مدرسہ امداد العلوم تشریف لائیں اور ابو ذر نعیم عزیزم ابو ذر نعیم تیار رہیں اسٹیج پہ آ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العلي العظيم.